بسم الله علينا، وش اللي صار؟ صدق يبا هذا اللي صاير؟ نعم نعم. يبا وين حنا فيه؟ حنا طال عمرك في الرياض، في الرياض قبل 250 سنة. ها دور تقدر تردنا لديارنا بكل بساطة، مدار واحد بس خلنا ندور بيت نور حنا فيه وين ساكنين فيه. يا دفع هنزل، ما هي بعيدة، تلقى بيتنا من هنا. تلقى وش خلك حول أمك، حول أمك. لا بخلي حولك. وصلنا الحمد لله. احنا في السلم ولا في علم؟ لا لا لو اقول لا بارك الله لا فيك ولا في آلك. مالت على هالخشة هالحين وانا ابوك. وش يسوي فيه؟ وش تسوون فيه؟ اذبحوه؟ اقطعوا رقبته؟ اذبحوه؟ هذا بغى يذبحني، بغى يقطع يدي؟ وش نذبح؟ وش نذبح؟ وش نخلي نذبح واحد ميت له اكثر من 200 سنة؟ نودي للشرطة. يبا وش نودي للشرطة؟ هذا جايبه معك بآلتك، لا بارك الله لا فيك ولا في آلتك. أعوذ بالله، وش ذا الفوضى؟ قطعين طرق، وش ذا العيشة، وش ذا الحياة؟ أعوذ بالله. هذا قبل التوحيد له سنين. إيش قلت؟ قبل التوحيد وأنا أبوك أكثر من 200 سنة هالنوعية. شوف هذا. إيه قبل إيه هذا واللي شفنا قبل. لا والله. يرفق، أبعد. لا 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 خلوه علي. انتبه لا ينقز عليك. خلوه علي. خل. قبل التوحيد هذه الآن الصورة على أسواق منور. شف هذا سوقكم أنتم منور عشان تعرف حنا في فرق. زين هذا أول كان عندكم بيت طين وكان عندكم هذا، هو الحين اختلفت البيوت، الحين البيوت زي ما الآن. أول كان بيت طين. ريح اهدى شوي نزل يدك. أيوة اهدى شوي، ريح ركز معي بس. هذا المكان هو كأنما بيتك منور. تعرف بيتك منور؟ ها بيت منور. الآن حنا صار عندنا بيت، اختلف المكان، بس بدل ما صار عندنا هذا، بدل ما هي قاعدة حصير وما حصير، صار عندنا كنب. موضوع طبيعي عادي جدا. شوف شلون هذا منور،
كان اول عندكم انتم بيت طين وعندكم نخل شف وعندكم هذا، كان اول عندكم جمال وحمير، الحين احنا استبدلنا الحمير بالسيارات، صار عندنا الان سيارات، تعرف سيارات؟ يو نو كار يو نو ون يو كار يو نو. ركز معي يا اخوي، لا تقعد تبربن بعيونك، شو مساله طبيعيه. خلنا نجيب يا ابن الحلال انا لله، يا ابن الحلال خلصنا القصص، خلصنا يا اخوي خلصنا القصص دي. انت تقعد كل كلمه والثانيه تنزز علينا وتقمز، يبا انت الحين يا اخوي انت في مكان امن، ماني مسوي لك شيء. اهدأ اقعد زي الناس اقعد بعد اذنك اخذ القلم بس. لا ولا قوة إلا بالله. شف هذا أول يا أبوي تليفون يا أخوي، يا حول ولا قوة إلا بالله. أقعد يا ابن الحلال أقعد الله يرحم والديك. أقعد يا ابن الحلال أقعد يا ابن الحلال، ذبحتنا يا أخوي، قلنا لك 100 مرة ذا تليفون، كل مرة تبي تقعد تناقز علينا. هذا تليفون وهذا تلفزيون وهذه كهرباء يا أخوي. صبر جميل والله المستعان. تعال هنا ركز عشان نفهم ونخلص يا اخوي. وش تلحقنا هذا والله البلشه. هذه اول انتم اسواقكم، عشان حنا الان لازم تعرف حنا الان غيركم. ما كل شوي تنزز حنا يا اخوي. يا ابن الحلال ماني مسوي لك شيء. انا بوضح لك. حنا هو انت. حنا امتداد. طالع الحين من مكان انا عاذرك وعارف انك انت ما تدري وش القصه، لكن اهدى وركز معي. ركز هديت يا ابن الحلال يا ابن لا حول ولا قوه الا بالله. قم يا ابن الحلال اسمع بس عشان تفهم. يا ابن الحلال اسمع، اعوذ بالله يا اقعد حاف يا اخوي. اقعد يا ابن الحلال يا اخوي. اقعد خلاص بدون حبحبة. ويا ابن الحلال اسمع اقعد هنا. انا عارف قد بس ماني مسوي لك شيء. هديت اوكي هذا ما يتعلم فيه. كل شوية قاعد يصيح علينا، كل شوية قاعد. شف الحين انا بركبك انا وياك في السيارة، ها، وبطلع ونروح ندور نتمشى نشوف، ها، وعادي انت الحين مرتاح، اعتبرنا حنا اهلك، ها. ايوه تمقل في كل شيء، حنا المكان اهلك. ابروح انا، ها، وللسياره وتجيني، ها، مرتاح. خليك لحالك بس اذا رحت تجيني، ها، ماني بس خليني اجيب لكم مويه، اجيب لك قهوه احبش.